لقد تعلمنا ما هو العدد المركب وكيفية تمثيله بيانيا، وتعلمنا أيضا كيفية جمعه وطرحه وضربه، وتوقفنا في آخر العرض عند قسمة عددين مركبين. وقد قلت أنه لدينا عدد مركب زي واحد، وهذا يساوي A زائد B I، وأريد قسمته على زي اثنان أي C زائد D اي. دعوني اطرح سؤال قد قمت بالتطرق اليه في العرض السابق، وساقوم به بلون مختلف هنا. نحن نعلم ان اي زائد بي ضرب اي ناقص بي يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع، ويمكنك ضربهما اذا لم تكن متاكدا من هذا، وتذكر ان اي ضرب A زائد B ضرب A، ونحصل على هذا ناقص A ضرب B زائد A ضرب A. ولكنك تعرف على أي حال أن هذه مجرد مراجعة سريعة. الآن ما ناتج C زائد D I؟ ماذا سيحدث إذا فعلنا نفس الشيء هنا مع عدد مركب؟ إذا قلنا C زائد D I ضرب C ناقص DI. حسناً، هنا تعتبر C كأنها A و B مثل DI صحيح، وهذا سيساوي C تربيع ناقص DI تربيع. إذن هذا بدوره يساوي C تربيع ناقص D تربيع و I تربيع، وهذا يعادل C تربيع ناقص D تربيع، و I تربيع هي ناقص واحد، إذن في هذه الحالة ستكون مضروبة بناقص واحد وتلغي الإشارة، فتحصل على C تربيع زائد D تربيع. هذا مثير للاهتمام عندما نقوم بضرب عدد مركب بعدد آخر مشابه، يذهب الجزء الوهمي كما نلاحظ هنا إلى الاتجاه الآخر، وعند ضرب الاثنان نحصل على عدد حقيقي وجميع الآي تختفي. وبشكل عام هذا العدد في هذا المثال هو زي اثنان، فإذا قلنا أن زي اثنان يساوي سي زائد دي آي، فالمقدار سي ناقص دي آي المرافق أو المقارن، وهذا مصطلح جيد لتعرفوه، هو الرمز الذي يعبر عن المقارن أو العدد المقارن، هو ذلك الخطف الأعلى. إذا مقارن زي اثنان هو سي ناقص دي آي، أو يمكنك القول أنه مقارن سي ناقص دي آي يساوي سي زائد دي آي، أو يمكنك التعبير عنها بطريقة مختلفة أن مقارن سي زائد دي آي يساوي سي ناقص دي آي. ولاحظ أننا فقط قمنا بتبديل اتجاه العدد الوهمي عبر المحور الوهمي، وعندما نأخذ المقارن لعدد ما، دعوني أمحو هذا وأعود للوراء قليلا للمسألة الأصلية، لأن المقارن هو الأداة التي سنستخدمها في عملية القسمة. نحن نعلم أنه عند ضرب عدد وهمي بمقارنه نحصل على عدد حقيقي، وكما نعلم أيضا أنه إذا ضربنا يمكننا ضرب أي عدد بواحد فنحصل على العدد نفسه. إذا دعونا نضرب البسط والمقام بمقارن المقام. إذا بمقارن المقام، دعوني أقوم بهذا. مقارن المقام سيكون C ناقص D I. إذا نضرب ب C ناقص D I على C ناقص D I. إذا هذه C زائد D I وهذا مقارنها، على ماذا سنحصل؟ إذا في البسط نحصل على A C، إذا A ضرب C ناقص A D I، إذا A C ناقص A D I. أقصد بهذه هنا I، هنا I زائد B C I، إذا زائد B C I، ومن ثم لدينا زائد B ناقص D، إذا يكون لدينا ناقص B D I تربيع،
ناقص بي دي اي تربيع. كل هذا وهذا هنا يساوي اي تربيع ناقص بي تربيع، اي ما يعادل او ما يصبح من السهل القيام به بعد قليل. لا عليك ان تقوم بعملية الضرب. هذا سيساوي سي تربيع زائد دي تربيع. ولا تأخذ بكلامي هذا في الواقع، في الضرب في الجبر يدعك تفهم أنك تستطيع فقط جمع الأعداد الحقيقية مع بعضها. لذا دعوني أبسط هذا. هذا يساوي، دعونا نرى الأجزاء الحقيقية، AC وهذه BDI تربيع. وبما أن I تربيع يساوي ناقص واحد، لذا سأقوم بتبديل الإشارة هنا فتصبح زائد BD، ويمكننا التخلص من I. إذن الأعداد الحقيقية هي AC زائد BD، هذه وهذه. ومن ثم فإن الأعداد الوهمية هي زائد BC ناقص AD، الكل مضروب بI، كل هذا مقسومة على سي تربيع زائد دي تربيع. وهذه الصورة بالنسبة لك قد لا تشبه العدد المركب، لكن يمكن الآن أن نفصلهم فنقول أن هذا يساوي AC زائد BD مقسوما على سي تربيع زائد دي تربيع، وهذا هو الجزء الحقيقي، زائد BC ناقص AD على سي تربيع زائد دي تربيع، وهذا ضرب اي، وهذا هو الجزء الوهمي. إذا لا يمكننا أن ندمج عندما نجمع ونطرح الجزء الحقيقي والجزء الوهمي، لكن يمكننا أن نقيس عدد وهمي من خلال عدد حقيقي. وهذا ما فعلناه بالضبط، قمنا بضرب هذا وقسمناه على سي تربيع زائد دي تربيع. إذن عملية القسمة نوعا ما معقدة عندما نستخدم المتغيرات، لكن دعوني أعطيكم مثالا وسترون هذا باستخدام الأعداد الحقيقية والأعداد غير الحقيقية باستخدام أعداد فعلية. على سبيل المثال هنا 1 زائد 2 آي، وأريد أن أقسمه على دعوني أفكر، أريد أن أختار عددا بطريقة عشوائية، 2 زائد 3 I. وماذا علينا أن نفعل هنا؟ نضربهما بمقارن المقام. إذن 2 ناقص 3 I مقسومة على نفسها، ليس كذلك؟ لأننا لا نريد تغيير العدد، هذه عبارة عن 1 ويمكن تبسيطها وتساوي المقامات، يمكن أن نضربهم. أتمنى أنكم استوعبتم الفكرة. هذا يساوي 4 زائد 9، صحيح؟ لأن هذه عبارة عن A تربيع زائد B تربيع، أليس كذلك؟ لكن حسناً، أعني أن A تربيع ناقص B تربيع عندما نضرب I تصبح عدد سالب. جربوها إذا كنتم لا تصدقوني. ومن ثم البسط، لدينا 1 ضرب 2 يساوي 2، 1 ضرب ناقص 3 I يساوي ناقص 3 I. ثم لدينا 2 I ضرب 2 ويساوي زائد 4 I، ثم ناقص 3 I ضرب 2 I وتساوي ناقص 6 I تربيع. وحسنا، كم تساوي I تربيع؟ تساوي ناقص 1. إذا ناقص 1 ضرب ناقص 6، نتخلص من I تربيع فتصبح القيمة موجبة. ومن ثم ما هي الأجزاء الحقيقية هنا؟ إنها 2 و 6. إذا 2 زائد 6 يساوي 8. وما هي الأجزاء الوهمية؟ ناقص 3 I زائد 4 I وناتجها زائد 1 I، لأن ناقص 3 زائد 4 يساوي 1، إذا I على 13، أو يمكن كتابتها هكذا إذا أردنا كتابتها بصورة عدد مركب، 8 على 13 زائد 1 على 13 I. وعندما أقوم بقسمة عدد مركب على عدد مركب آخر أحصل على عدد مركب،
والمثال المثير للاهتمام الذي يتطلب منكم حله هو أن تختاروا مجموعة من الأعداد المركبة بطريقة عشوائية وتضعهم على نفس المستوى، ولنرى ماذا سيحدث عندما نقوم بضربهم أو قسمتهم أو جمعهم أو طرحهم أو حتى قياسهم أو عندما نستخدم المقارن، وهذا سيعطيك البداهة الجيدة لتعرف ماذا يحصل مع كل هذه الأعداد. أراكم في العرض التالي.